في عيد ميلاد البتول تجمعت، في عيد ميلاد البتول تجمعت كل الأحبة والسماء تزينت، في عيد ميلاد البتول تجمعت كل الملائكة كل الأحبة والسماء تزينت، وكأن بيت الله صار بفاطم ولها الوجوه كما الصلاة توجهت، يأتين من كل الجهات نوابعا من كل فج والبحار تفجرت، صلى على الزهراء بدر في العلا والشمس من بعد الصلاة تكورت، ثم انحنت وحياؤها في ضوئها ما نفع ضوء والزكية أشرقت. روح النبوة للنبوة مصدر ولكل نور في البرية أنجبت. يا قارئ القرآن سورة كوثر ياسين والأحزاب فيها طهرت، ألق المآثر والمفاخر إرثها أم الفضائل والعطية سميت، واستبشرت بالخلد قبل قدومها، من قبل فاطمة بخلد بشرت، فالكوكب الدري بضعة أحمد والدرة البيضاء منها لقبت، هي أم من؟ هي بنت من؟ قالوا بها هي أم والدها النبي تصدرت، كل النساء فيا لرفعة شأنها هي وحدها تلك الصفات تسنمت. في مثل هذا اليوم كان بريقها، في مثل هذا اليوم كان بريقها متوهجا للعالمين وقد بدت نورا على نور بكل سماتها، فبها الخلائق بالمحاسن أزهرت، وعلى منصة صبرها وقفت ترى من يحضر الحفل البهيج، من يحضر الحفل البهيج وقد رأت. ماذا رأت؟ دخل الرسول مهنئا لكنه بهدية قد جاءها واستغربت، من ذا الذي يمشي بجنبك يا أبي؟ من ذا الذي يمشي بجنبك يا أبي؟ وأجابها هو محسن وتبسمت، أكبرت يا ولدي العزيز بسرعة أم عين أمك بالمشيب تشوشت؟ أخذت تضم بابنها وتشمه معذورة لكن بابي قد هوت. في هذه الأثناء جاء أميرها ولتطمئن على الأمير تقدمت وتساءلت، ما حال رأسك يا علي؟ ما حال رأسك يا علي؟ وأجابها تلك السنين فقد مضت، لا تقلقي فالرأس طاب جراحه بفراقك روح الأمير تطبرت. فتذكرت وتحسرت واسترجعت عطر الإمام المجتبى فاستنشقت، وإذا به قد جاء يحمل شوقه، أماه قد نادى ودمعته جرت، لم يقطع السم الخواطر مثلما كل الخواطر في الفراق تقطعت، ما زالت الزهراء تحضن بكرها، وإذا الحسين على اليمين تحسست فتأملت وتمعنت في عينه، وهنا يطول حديثها وهنا بكت،
وتلمست أثر الحوافر كلها، واستشعرت بالخسف حين تلمست. قالت له: ولدي أبا عبد الله، قالت له: ماذا كتبت بكربلاء؟ ماذا كتبت بكربلاء؟ وأجابها: كل المواقف سجلت، فلدي أصحاب، فحكاية الأحرار كنت إمامها، وعلى الطفوف من الدماء توثقت. قالت له: ماذا كتبت بكربلاء؟ وأجابها: كل المواقف سجلت، فحكاية الأحرار كنت إمامها، وعلى الطفوف من الدماء توثقت. ولدي أصحاب فديت بنفسهم، وأقارب تحت الجروح توسدت. الكل في خير أمه، الكل في خير، وصدري عامر، لا تحزني، كل الضلوع تكسرت. فالكسر يا أماه صك سلامة، ووثيقة تحت الكساء توقعت. لكن يا أم الحسين خيامنا تروي لك الحوراء لما أحرقت، فتلفتت والصوت كان بحرقة. هي أينها؟ نادت، وزينبها أتت، وتقربت أم المصائب نحوها، وتشكرت من أمها وتعذرت: اليوم يا أماه ننسى ما جرى، قد طاب متني والسياط تألمت. اليوم يا أماه محفل مولد، ولأجلك كل النجوم توهجت. إن تنظري هذه الجموع ترقبت، فتحضري كي نحتفي، فتحضرت. ولشمعة الميلاد كان مسيرها، وبخلفها كل الأحبة قد مشت. وصلت، وصلت لتطفئ ضوءها، فتوقفت، توقفت. فهناك من أدى السلام وسلمت، هو فارس طلب السماح بعذره، فلقد تأخر والبتول تقبلت. هل أنت عباس الكفيل؟ هل أنت عباس الكفيل؟ أجابها: أنا خادم، والروح فيك تسيدت. فلقد تأخر والبتول تقبلت، هل أنت عباس الكفيل؟ أجابها: أنا خادم، والروح فيك تسيدت. أدعوك يا زهراء أن تتوقفي، لا تطفئي شمعا، لا تطفئي شمعا. لماذا؟ علقت. قد كنت في حرمي أراقب محفلا، روح النبوة اسمه، وتريثت. قل ما تريد. وقال: كنت وعدتهم أن يحضروا حفل السماء فأيدت، فليحضروا. وإلى الإله تضرعت، وبكف عباس لشيعتها دعت. هي بانتظار الحاضرين جميعهم قد واعدت، وإلى الكفيل تعهدت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.